دينار بالنسبة للمواطن بالتفصيل، وبالنسبة للنزل والقهاوي باش تولي 34 دينار، نقولوا 35 دينار، معناتها باش تولي فما زوز أسوام، المواطن ياخذها ب 20 دينار، والقهوة والأوتيل البروفيسيونيل ياخذوها بسوم 35 دينار، وتزيد تهبطها وزارة التجارة أكيد في الأيامات الجاية. كيفاش تنجم تفرق بين المواطن ومالك والبتيندة؟ فما أماكن تبيع للوزارة كذا وبالبتيندة وبالدنيا وبالفازيت، معناتها أنا كمواطن باش نمشي نشري أي ما فما كونتيتي ما تفوتهاش، ما تنجمش تشري 20 كيلو سبكويت مثلا. اي اي اللي يحب يغش ينجم يغش بسهوله. سوم القهوه بقديش؟ اللهم عندي فكره نقترحها لوزاره التجاره، اللي يشري قهوه يغطي السبعة وفي نتاع الانتخابات اللي عنده بطيله يبدا يدور يسمحوا له. راهو اغزر باهي، عمركم شريتوا دوله في العالم يغطسوا صباحهم كي ينتخب؟ كان احنا خاطر نغشوا بالحق، معناتها خاطر في العالم كل ما ينتخبوش في امريكا من الدار احنا ننتخبوا 6 مرات كان يسيبونا، ما عادي نعملوا اي حاجه يا مطرح. التعريف باللمضه في حتى دوله في العالم كان احنا وكان ينحيوها لما تتخذ تونس، وصدقني لما بدينا نقاوم صح جوج مليار بالحق. في بالك هذه فرصه باش الواحد يبدل الدومين صحيح، لو كان نمشيو نشريو كمواطنين كل واحد سباكويت سباكويت، من بعد نقشر بهم على القهوجي مين نبيعوا له ب 30 هو 34 وباش تلقى قهوجي يمشي تربح 6000 يربح القهوجي 4000 قهوجي يمشي يشري خمسه. بالله سامحني سؤال، القهوه بقديش تو؟ ب 14 سي ديبون. لا القهوه مش موجوده فما حتى ب 35، اما فما بطوات جايه مش قهوه. نحكي قهوه انت القهوه فما ب 15 من 2000 ل 6000 8000 10000 وهذا ما يجيش. علاه ما يجيش؟ ما يجيش ماهيش مسعر على المواطن. المواطن شنو هي القهوه ب 2000؟ شنو هي رشفه ب 2000؟ ب 2000 ما تجيش. انت فما قهوه ب 10000 ريتها انا ب 12000 وبهتت. لا تنجم تاخذ ولا السيد قلت له الواجهه جايبنا اللاك دو تو نقعدوا في المروج والوحده ونشربوا حتى ماء وغازوز وواحد اللاك دو طبط لك ياسر خاطر الفيو. يلا كون عندك الجرأه والصراحه. زميلنا سفيان عنده قهوه بقداش قهوته؟ يمشي مش هنا سفيان عاملها ب 2000 برشا بالفين برشا الفين ورموز. ايش اقول لك انا قبل كنت نشرب 700. اسمعني يا بلال كنت نشرب اي سفيان مش تبكي على الزوالي في الحصه بعد عملوا قهوه بالفين. اسمعني يا نوفل القهوه ماهيش مسعره، مفروض حتى وزاره التجاره تسعرها، ما تسيبش للماع البطيخ راه ما تجيش. لا في بالي مسعرة من عند الزمالك ماهيش مسعرة. انا سيدي نعرفها انا قداش لحظه مش فاهم، الدوله عامله تسعيره القهوي كل ما موجوده وزاره التجاره. المقاهي حاجه والصالون دو تي حاجه، المقهى عند فما الرخص تختلف فما فرق راهو فما من ريستو من كافي با من كافي ريستو مطرح على سوم قهوه وانت تغزر للاك وتغزر معاك. ما انا ما مشيتش انا استدعوني ما مشيتش معناتها المقاهي هو مثلا اللاك بيدو تلقى في نهج قهوه رخيصه وتلقى باش يا نوفل اما غاليه باش يرحم والديك يا فيصل غاليه ب 12000 رشفه ب 12000 غاليه. هو قاعد علاش قاعد على الذهب انا ولا على الخريف؟ نعطيك مثلا التونسي كي يدخل يشرب قهوه يضرب لك نهار كامل هو يشرب في اكسبريس مثلا ودايرين بها اربعه مهبطين اكسبريس مثلا بالخساره صحيح نهار كامل شد اربعه كراسي لازم تغلي ويشربوا في اكسبريس وقاعدين قلقين. تو ولات اللي بشسلك كما ترى بعد التقاعد سمعت لي ماك خذيتها بطرد ذيك في اللاكدو قلت باش تعمل صالون دوتي. قداش باش تعمل سوم القهوه انت كنت تحل قهوه قداش تعمل؟ باش عملها ب 2000 كما سفيان يودي تربح راهو سياسه هذه نتاع تجاره راهو الناس اللي تفهم في الشيء هذا مش كل تقول غاليه شنو في اللاك ب 2000 انت في المرور في اللاك ب 2000 ما تنجمش في اللاك ب 2000 وانت كاري القهوه ب 7 ملايين يا نوفل تلعب على الكونتيتي تلعب على الكونتيتي والله وحلته مسكين انا يا نوفل نفكر فيك الزوالي اللي ما نجمش يشرب قهوه ب 2000 تو احنا برا نطيحوا ونتكربسوا نشربوها ب 2000 اما الزوالي ب 2000 ما نجمش نشربوها ب 2000 ايه نطيحوا ونتكربسوا مالا شنو هو مثلا زاد القهوجيه زاد حتى قهوه يا ودي هما متقلقين قال لك رخصونا في القهوه تو رخصوا في القهوه هما متقلقين خدمه هما قهوتي 15% في 18% 14 15% حتى انا كيف 18% تخلي له 1000 تخلي له 200 ما يجيوكش القهوه كي تعمل قهوه ب 2000 في لاك فيو سور لاك ما يجيوش. علاش ما يجيوش؟ جماعه اللي يمشيو يتفرجوا ويشربوا قهوه في فيو سور لاك في الدوله. باش نحكي لك شويه تاريخ سي فيصل. وقت لحلوا شارع بورقيبه ونظموه وما نعرف شنو الدولة حدت القهوة ب 450 فرنك. الدولة حدت عام ايش هذا؟ في الوقت اللي عملوا شارع بورقيبة غيروه في عام 90 عام ايش و90 عام 90 ايش و90
اصحاب المقاهي ما عملوا حتى شيء، كل الواجهات لا ما صرفوا عليها حتى شيء الا هذا بدل سعر القهوه 12% 15% وشنو. الدوله عاقبتهم رجعوا القهوه كما سعرنا لكم. ساعات يلزم تتدخل الدوله، مش معقول يا نوفل. صحيح. زاد حسب امكانيات المواطن يا سي فيصل. صحيح. تدخل الدوله قديش تدخل. يلا وزاره الصحه تدعو الاقبال على حمله تلقيح البرد الموسميه. غريبه نوفل العوام الاخرى التونسي ما عادش يحب يمشي لقح من الكورونا جات، والتونسي ما عادش عنده ثقه في التلقيح. في بالك نزلت البرد قبل كنت نمشي يقولوا لي فات وفات توا من عمناه ولا ما زلت موجوده معناتها نزلت. اصلا ظهر لي التلقيح الزريقه ب 40 دينار 38 دينار. وزاره الصحه مره في العام هي ولا موسم فهمتش موسميه موسميه للمطر انا كل عام نقعد ننزل. لا لا هي معموله للناس اللي زمو عندهم امراض مزمنه كبار كبار السن ضعيفه اولويه لهم. لكن اي مواطن باش ما تجيوش قريبه قويه نجم يا اما يمشي عوم في اكتوبر ولا يلقحها. ما عادش عندنا مناعه، الناس كل ما عادش عندها مناعه كبير ولا صغير والله. سمها من 38 45 دينار واللي هي غاليه كما قال مطران. مقاول مستشفى سبيتلا أخلى بالأجيال هكا قالت وزير التجهيز والإسكان، سيتم فسخ الصفقة في 31 أكتوبر 2024. فما متابعة الدولة اللي أجيال وكذا فسخ الصفقة يفكوا الفلوس يفكوا كذا قاعدين لهين بالشانتيات الكل. ذكرى 43 لانبعاث الوحدة المختصة الحرس الوطني، ظهور وحدات النخبة من الحرس الوطني في عمل ملحمي فني محليه على الأخر. نعرفش كان عندكم